السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة هورور بلاير. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح العمل والربح من موقع جيت لايك الروسي للربح من الانترنت للمبتدئين 2024. فهذا الموقع صادق ويقوم بالسحب بدون أي مشاكل، فيوجد له العديد من إثباتات السحب على اليوتيوب، ويوجد الكثير من الأشخاص قاموا بعمل شرح لهذا الموقع، لكن الآن أردت أن أقوم بعمل شرح تفصيلي لهذا الموقع لكي يستفيد الكثير، فربما البعض لا يعرف هذا الموقع أو طريقة استخدام هذا الموقع. فالموقع يقدم الربح عن طريق تنفيذ المهام الخاصة بمتابعة حسابات السوشيال ميديا مثل الفيسبوك أو التليجرام أو الانستغرام أو الفيكي أو غيرها من المهام، فقط متابعة الحسابات أو الإعجابات بالمنشورات أو كذلك الاشتراك في بعض الحسابات، فيمكنكم العمل بهذه الطريقة والربح من هذا الموقع. والموقع يقدم الربح عن طريق الدولار، وبعد ذلك يمكنكم سحبها على أي منصة، فهناك الكثير من طرق السحب في الموقع، وسوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بهذا الموقع في هذا الفيديو. لكن قبل بداية الشرح لا تنسوا دعم القناة، أيضا إذا كنت مشترك في القناة فلا تنسى تفعيل زر جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بأي جديد على هذه القناة. كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب، سوف تجدوا رابط قناتنا الثانية أسفل فيديو صندوق الوصف أو الديسكريبشن. الآن سوف نبدأ على بركة الله. تقمنا بالذهاب إلى الموقع، سوف تجدوا رابط الموقع أو التسجيل في الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو الديسكريبشن. كما ترون هذه واجهة الموقع، فالموقع باللغة الروسية، وكما ترون ترتيب الموقع على ترتيب المواقع، كما ترون 64 ألف عالميا، فهذا ترتيب جيد. وهنا يمكنكم تغيير اللغة إنجليش أو روسيا، تقمنا باختيار إنجليش لكي تستطيعون فهم هذا القسم الخاص بالموقع، أو تقومون بترجمة الموقع على هذا الشكل عن طريق متصفح جوجل كروم إلى اللغة العربية هكذا. بعد ذلك تقومون فقط بالنقر على ساين أب هنا، ثم تقومون هنا بإدخال الذهاب إلى ريجستراسيون هنا وليس لوجين هنا، ركزوا جيدا في قسم ريجستراسيون هنا، ثم تقومون بكتابة الإيميل والباسورد أو كلمة المرور، وكلمة المرور تتكون من حروف وأرقام ورموز مثل النقطة أو الأروباز إلى آخره. تقوم بإعادة كتابة كلمة المرور، ثم تقوم بتخطي الكابتشا، ثم النقر على ساين أب، ثم سوف يتم تسجيل حساب في الموقع، وربما تصلكم رسالة في البريد الإلكتروني لكي تقوم بتفعيل الحساب. تقوم بتفعيل الحساب، بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى اللوجين هكذا، ثم تقوم بإدخال الإيميل الخاص بكم هكذا وكلمة المرور. بعد إدخال الإيميل وكلمة المرور تقوم بتخطي الكابتشا هكذا، ثم تقوم بالنقر على ساين إن حتى يتم فتح الحساب الخاص بكم. كما ترون هذه واجهة الموقع، هنا سوف تجدوا الرصيد الخاص بكم بعملة الدولار كما ترون هنا، هنا النوتيفيكيشن إذا كان هناك أي يعني إعلان على الموقع أو رسائل سوف تجدون هنا إشعار، هنا الهيلب يمكنكم التواصل مع الدعم أو معرفة بعض المعلومات الخاصة بالموقع. هنا في هذا القسم يمكنكم تسجيل الخروج والذهاب إلى السيتينج، هنا البيرسونال داتا، وهنا البالونك. في البالونك سوف تجدون عدد الأرباح الخاصة بكم هنا بعملة الدولار، وهنا سوف تجدون في البيرسونال داتا اليوزر والإيميل الخاص بكم، يمكنكم هنا تغيير اليوزر أو تغيير كلمة المرور هنا. أيضا هنا في الماي سيتينج سوف تجدون جميع الإعدادات الخاصة بالموقع، تتركون الإعدادات كما هي على هذا الشكل، وسوف تجدون أيضا هذا القسم هنا. بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى ماي تاسك هنا، ثم هنا يمكنكم رفع إعلان على الموقع، يعني تقومون أولا بشحن الموقع، ثم تقوم بعمل إعلان على الموقع للأشخاص الذين يريدون يعني الحصول على إعجابات أو اشتراكات في قناة في حسابات الانستغرام، كما ترون التيك توك، الثريد، أيضا الفيكي، التليجرام، اليوتيوب، تويتر، وأوكي الخاص بالموقع الروسي. فهناك العديد من
كما ترون المواقع التي يمكنكم عمل إعلان عليها. لكن إذا أردتم الربح من الموقع أو العمل والربح من الموقع، تقمن بالذهاب إلى هذا القسم تاسك ماركت، لا تقمن بالذهاب إلى ماي تاسك، تقمن بالذهاب إلى تاسك ماركت كما ترون، وسوف تجدون هنا جميع المواقع التي يمكنكم العمل عليها، فتقمن بالذهاب إلى هنا كما ترون، تقمن بالنقر على صورة البروفايل، وهنا يمكنكم إضافة كما ترون حساباتكم في الموقع حتى تستطيعون تنفيذ المهام. كما ترون مثل أنا قمت بإضافة حسابي على الإنستغرام، وكما ترون هنا أكتيف يعني تم ربط الحساب بنجاح. إذا أردتم إضافة حسابات أخرى تقمن بالنقر على Add Account، ثم تقمن باختيار الموقع سواء الإنستغرام أو التيك توك أو الثريد أو الVK إلى آخره. فمثلا نختار الVK على هذا الشكل. كما ترون في الVK هنا يطلب منك وضع اليوزر أو الID الخاص بحسابك على الVK والنقر على أطاش هنا. سوف نقوم بالذهاب إلى الVK أولا. كما ترون نقوم بالذهاب إلى حسابنا على الVK، ولمن لا يعرف الVK فهو موقع مثل الفيسبوك لكن خاص بالروس فقط، ويمكنكم تسجيل حساب في هذا الموقع وأيضا تنفيذ المهام من خلاله والربح منه، لأن جميع المواقع الخاصة بتنفيذ المهام المواقع الروسية تدعم هذا الموقع الخاص بالVK. بعد ذلك تقمن بالذهاب إلى My Profile، ثم كما ترون تجدون الID هنا، تقمن بنسخ الID فقط كوبي، ثم تقمن بالذهاب إلى هنا ووضع الID والنقر على أطاش. كما ترون يطلب منك اللينك كاملا، سوف نقوم بنسخ الرابط كاملا هكذا ثم أطاش، وبعد ذلك عند النقر على أطاش سوف يتم ربط الحساب. فأنا كما ترون قد قمت بربط الحساب من قبل، لذلك لا يمكنني ربطه مرة أخرى. كما ترون هذه هي الرسالة، فأنتم عند أول مرة تقمن بالنقر على أطاش وسوف يتم ربط الحساب. أيضا تقمن بربط حسابكم على مثلا التويتر، في التويتر أيضا تقمن بوضع إما رابط حسابكم على التويتر أو اليوزر نيم الخاص بالتويتر ثم النقر على أطاش. أيضا بنفس الطريقة تقمن بربط حسابكم على مثلا الثريد أو التيك توك، هكذا التيك توك تقمن بوضع اليوزر نيم أو رابط التيك توك ثم تقمن بالنقر على أطاش، ثم سوف يتم ربط حساباتكم على الموقع، وبعد ربط حساباتكم على الموقع تقمن بالعمل على الموقع. طريقة العمل على الموقع، تقمن مثلا نقوم بالذهاب إلى الإنستغرام، هنا سوف تجدون كل المهام الخاصة بالإنستغرام، هناك 2039 مهمة، هناك تنقسم إلى 1158 مهمة خاصة بالفولوورز أو المتابعات، أيضا 409 مهمة لللايكز أو الإعجابات، أيضا 372 مهمة خاصة بالكومنتير أو التعليقات أو الكومنت. كذلك يوجد مهام خاصة بالتيك توك، كما ترون يوجد 1552 مهمة، كذلك مهمات الثريد أيضا 49 مهمة، الفيكي كذلك 493 مهمة، التليجرام 1091 مهمة، اليوتيوب أيضا 165 مهمة، التويتر 277 مهمة، والأوكي 88 مهمة. يوجد أيضا مهام خاصة بجوجل ماب فقط مهمة واحدة. كما ترون يوجد الكثير من المهام في الموقع. فمثلا نختار مهام الإنستغرام، تقمن بالذهاب إليها هكذا، ثم تقمن مثلا إما بالنقر على All Task حتى يظهر جميع المهام الخاصة بالإنستغرام، أو تقمن باختيار مهام محددة مثلا المهام الخاصة باللايك فقط هكذا. سوف نختار لايك فقط. كما ترون هناك 409 مهام خاصة باللايك، وهناك مهام كثيرة كما ترون في الموقع، وهنا سوف تجدون سعر كل مهمة كما ترون. فطبعا الأسعار الخاصة بالفولوور تكون أسعارها مرتفعة عن اللايك كما ترون. فمثلا نختار الفولوور، سوف نقوم مثلا بتنفيذ هذه المهمة، تقمن فقط بالنقر عليها هكذا، ويجب أن تقمن بترك حسابكم على الإنستغرام مفتوح أولا حتى تستطيعون تنفيذ المهمة. كما ترون أنا لم أقم بفتح الحساب على الإنستغرام، يجب أن تقمن بفتح حسابكم على الإنستغرام قبل فتح المهمة حتى يوجهكم مباشرة إلى الصفحة الخاصة بهذا الشخص أو أي شخص آخر، ثم تقمن بالنقر على سويفر
وسوف يتم متابعة الحساب. الآن سوف أقوم بفتح حسابي على الإنستغرام ثم أعود إليكم حتى نقوم بتنفيذ هذه المهمة. بعد ذلك نقوم بتنفيذ المهمة مرة أخرى لأنني قمت بفتح حسابي على الإنستغرام. نقوم بأن نقرأ على ريفريش ثم نقوم بمتابعة حساب هذا الشخص ونحصل على هذا العدد من الأرباح. فسعر المهمة جيد، تقمنا بالنقر هكذا، ثم بعد ذلك تقمنا بالنقر على سويفر لأنه يطلب منك متابعة الحساب. بعد ذلك تقمنا بالنقر على تشيك ثم سوف يتم قبول المهمة. كما ترون task complete successful يعني تم قبول المهمة، كما ترون done يعني تم قبول المهمة، وهنا كما ترون السعر 0.06. سوف نقوم بالنقر على refresh. كما ترون تم يعني زيادة الرصيد هنا. أيضا نقوم بمتابعة مثلا هذا الحساب، أيضا سويفر كما ترون، ثم تشيك، وتنتظرون حتى يتم قبول المهمة. فبعض الأحيان يكون يعني تشيك بطيء لكن بعد ذلك سوف يكون سريع أو في المهام الأخرى. كما ترون دان تم دفع الأموال بنجاح، يعني الأموال كما ترون قد ازداد السعر هنا أو العدد الخاص بالرصيد. فهنا المهام يتم تحقق منها مباشرة ودفع الأموال الخاصة بكم هنا مباشرة، فهذا يعني شيء جيد في الموقع. أيضا هناك مهام اللايك كما ذكرت، وهناك المهام الخاصة بالتيك توك إلى آخره، يعني نفس الطريقة تقومنا بها على كل هذه المواقع. وكما ذكرت في بداية يعني بعد إنشاء الحساب تقومنا برفض حساباتكم على هذه المواقع، ثم بعد ذلك تقومنا بتنفيذ المهام. وقبل تنفيذ المهمة تقومنا بفتح حسابكم على الموقع الذي تريدون العمل عليه، مثلا تيك توك، تقومنا بفتح حسابكم على تيك توك أولا ثم بعد ذلك تقومنا بتنفيذ المهمة. وطريقة العمل كما رأيتم سهلة وبسيطة جدا في الموقع. هنا في الكونتكست سوف تجدون يعني بعض الأخبار إلى آخره، أو إذا كان هناك بطولات أو مسابقات سوف تظهر هنا. أيضا لديهم تطبيق على الأب ستور وكذلك جوجل بلاي للأشخاص الذين يريدون العمل على الموقع من خلال التطبيق. فأنا أعمل على الكمبيوتر كما ترون، وقد قمت بجمع هذه الأموال في فترة قصيرة فقط لأنني قمت بالعمل على الموقع يعني وقت قصير، لأنني لم أعمل على الموقع كثيرا، ولكن الموقع صادق ويمكنكم العمل عليه للأشخاص الذين يريدون يعني جمع رأس مال من الإنترنت وليس لديهم أي خبرة أو مهارات. يمكنكم العمل على هذا الموقع لأن طريقة العمل في الموقع سهلة وبسيطة جدا، وكذلك يمكنكم ربح منه أرباح جيدة كل يوم إذا كنتم تعملون في الموقع كل يوم. كما رأيتم عدد المهام هنا كثيرة جدا، وفي المستقبل سوف يكون هناك مهام أخرى أو كثيرة في الموقع. أما بالنسبة لطريقة السحب تقومنا بالذهاب إلى توب أب ويدراو هنا، وهنا يمكنكم في التوب أب بالونك يمكنكم شحن حسابكم على الموقع. كما ترون الحد الأدنى للشحن هو 1 دولار. تقومنا بشحن الموقع إما عن طريق اليوموني أو هذه المحفظة أو الباير أو البرفكت ماني، وتقمنا بالنقر على توب أب، ثم سوف يتم شحن حسابكم على الموقع للأشخاص الذين يريدون عمل إعلانات في الموقع. أما الأشخاص الذين يريدون سحب أرباحهم من الموقع تقمنا بالذهاب إلى withdraw fund هنا، ثم تقمنا هنا ب كما ترون يقول لك هنا الربح سوف يصلك أو الأموال سوف تصلكم خلال يومين كأقصى حد، لكن سوف تصلكم في أقل من 24 ساعة. هنا تقومنا بكتابة يعني عدد الأموال التي تريدون سحبها. الحد الأدنى هو 1 دولار، لذلك السحب يجب أن يكون لديكم 1 دولار أو أكثر هنا حتى تستطيعون السحب. بعد ذلك تختارون وسيلة السحب إما الباير أو البرفكت ماني. في الباير كما ترون هناك عمولة 5% سوف يتم اقتطاعها من حساب السحب أو من رصيد السحب. فمثلا تقومنا بسحب 1 دولار سوف يتم اقتطاع ربما 0.05 سنت من الدولار باير. ثم تقومنا بعد ذلك مثلا باختيار الباير، هنا تقومنا بإدخال حسابكم على الباير، ثم تقومنا بالنقر على سند ريكويست وسوف يتم سحب الأرباح الخاصة بكم. سوف تظهر معكم هنا يعني عملية السحب لا تزال قيد المراجعة، ثم عندما يتم دفعها سوف تصلكم بيد أو
تم إرسال الأموال بنجاح سوف تصلكم في الباير بدون أي مشاكل أو البيرفكت ماني نفس الطريقة. وكما ذكرت الموقع صادق ويسحب بدون أي مشاكل وبدون أي شروط، فقط يجب أن تصلون إلى الحد الأدنى ثم تقومون بالسحب. وبهذه الطريقة يمكنكم العمل على موقع جيت لايك الروسي وكذلك الربح منه للمبتدئين، الربح من الانترنت للمبتدئين 2024. سوف أترك لكم رابط التسجيل في الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف والديسكريبشن. لمن أراد التسجيل والعمل على الموقع فأنصح المبتدئين العمل على هذا الموقع لأنه سهل الاستخدام وكذلك صادق ولا يوجد به أي مجهود عند العمل في هذا الموقع. هكذا قد انهينا الشرح. في الأخير لا تنسوا لايك وشير للفيديو ودمتم في أمان الله. We'll be right back.